كنشكر جميع من ساهم في سبيل الله بالنسبة لهذه المساهمة كاع بالنسبة للمستضعفين وكل من يعمل داخل هذا السوق، وكنشكر كاع التجار اللي ساهموا معنا، ونشكر بالنسبة للسيد الرئيس واللي بالنسبة لهذا الأمانة كنقوم بها كل عام، وأنا كنقدم راسي بالنسبة كعضو من أعضاء الجمعية كاتب عام، أن الجمعية سنويا دابا المرة الثالثة كتقوم بهذه المبادرة هذه بالنسبة للقفاف. وكنشكروا كاع من يسهر علينا بك السلطة وكل مدير ديال سوق الجملة أنه كل من يقوم بهذه العمليات على كل على الناس المستضعفين. لهذا نشكر جميع من ساهم في هذه في سبيل الله. ورمضان كريم إن شاء الله علينا وعلى جميع المسلمين. شكرا الموقع اللي كي ينشط على الصعيد التراب الوطني وكيغطي كل الحدث كبير صغير كيف ما كان هذا الحدث ولا كتكون هذا الموقع هذا كنشكروه. من ناحيه ديال هذه المبادره اللي كتقوم به جمعيه تجار سوق الجمله تمارا ماشي والده ديال هذا النهار، وانما منذ التاسيس ديال هذه الجمعيه وهي كتقوم بهذه الانشطه هذه. كانت أنشطة كثيرة ومتنوعة، كان يوم طبي، كان سميتو ليلة رمضان، كان إفطار رمضان، كاين مجموعة. ولكن هاد السنتين راه اليوم كتشوفوا مثلا اللي راه كاينه اليوم 14/4، ولكن راه عندنا العام اللي فات كانت 10/4، قمنا بهاد العملية ديال هاد القفاف، لأن الجائحة هي اللي خلتنا نغيروا النشاط ونقوموا بهاد القفاف هادو. حنا بعد ما كنا كنديروا انشطه اخرى في رمضان، كنديروا العمليه ديال الافطار هنايا، كنحيوا ليله القدر. اليوم حولنا بسبب الجائحه حولنا اننا مثلا كنعوموا بواحد التوزيع ديال مجموعه ديال القفاف، وهاد القفاف كيدوزوا بواحد الطريقه عقلانيه ومعقوله وتنسيق مع السلطات المحليه، وكيستافدوا منها جمعيات ذات وزن في المدينه وعندهم اهميه بالفئه الهشه. حنا غنستمروا بهاد العمليه هذه الى ان يريث الله من عليها. الانسان ما يمكنش لنا نحبسوا بهاد المبادره، وكاينين مبادرات اخرين ان شاء الله غيجيو في الطريق. الجمعيه ديالنا راها ناشطه وفيما كتكون شي حاجه وسباقه لجميع الاحداث اللي كتكون في البلاد ديالنا، وحنا وراء صاحب الجلاله في كل خطوه كيقوم بها، وانما كان حنا تحت الاوامر ديال صاحب الجلاله كنأديو داكشي اللي خاصو يؤدي.